يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ظهر قبل فترة داعية من هذه البلاد يدعي الوسطية ويشن حربا عمياء على أئمة الدعوة السلفية، ويذكر أن أسباب التكفير والتفجير في هذه البلاد هي كتب الدرر السنية، وقد ظهر بالأمس في إحدى القنوات وقال إن الذين يفجرون أنفسهم في البلاد إنما يعتمدون على فتوى للشيخ محمد ابن إبراهيم، وذكر هذه الفتوى، فما هو التوجيه وما هو الصحيح في ذلك؟ الحمد لله، هذا معروف أنه كذاب وأنه يبغض الحق وأهل الحق، فلا يعتبر به. هذا نادى على نفسه بالجهل ونادى على نفسه بالهوى، والناس أهل الحق ما يصدقونها أبدا في هذا. والدرر السنية فيها علم غزير وفيها خير وفيها رد على أهل الباطل هو أمثاله، فيها رد عليه هو أمثاله. هذا اللي غاضه وهذا الذي أحزنه، ما يكره الحق إلا إنسان منافق أو زنديق أو ضال، ما يكره الحق إلا إنسان في دينه خلل. وكونه ينفث ما في صدره ويتكلم، خله يبين اللي عنده، يعرفونها الناس. نعم.